فن 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 شركة رمز العقارية فن. ترى هذا اللي أنا فيه الحين من الحق والله العظيم. شفت شيء ما قد شفته قبل. خلونا نشوف الآن المكان اللي احنا فيه. طبعا في شيء اسمه دور، في شيء اسمه دور ونص، في شيء اسمه يعني في 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 عنده مسميات جديدة، في شيء يعني انتقاله في من ناحية العقار كله كامل بشكل مخيف. بتشوفون الحين مكان انتوا عندكم بالكم انه بيت كامل، ولكن ترى هذا دور ونص. خلنا نشوف، خلنا ناخذ دور كامل، بقول لكم على الاسعار، بقول لكم على المساحات، بقول لكم على الماتيريال، عن كل شيء، كل شيء في المكان. نبدا اول شيء في المخطط حق المكان. شوف هذه اللي هي الديوانيه، تمام، هذه الصاله، بعدها المطبخ، بعدها غرفه النوم وغرفه النوم، يعني غرفتين نوم ودورات مياه ثنتين وغرفه خادمه. بعدها فيه الدور الثاني، الدور الثاني في غرفة النوم وغرفة الملابس والحمام وانتم بكرامة. شوف هذا الحين المدخل، هذا المدخل حق الدور. خلنا نتمشى انا وياكم نشوف، تعال. طبعا هنا هذه الصالة. شوف شلون ما شاء الله تبارك الله. طاولة الطعام، طاولة الطعام، وهنا الصالة برضه. شايفين؟ نفاح، نفاح، هذا أهم شيء. طبعا المدخل هنا وعلى طول المطبخ كامل هنا. شوف المطبخ ما شاء الله، يعني حجم كبير صراحه. الشيء اللي يعجبك انه مهتمين في التفاصيل حق المكان. شو مهتمين في التفاصيل؟ خليني اوريكم الحين. طبعا تصميم المكان هذا كله من امل السلمان، ما شاء الله تبارك الله، واضحه، واضحه الجوده، واضح كيف رتابه المكان، ما في ازعاج في الالوان صراحه. فن فن جدا. الشيء اللي بقوله بوضحه، انت تقدر تشوف التصميم، تقدر تطبقه في الدور حقك بسهوله. طب تعال خليني اوريكم المكان، في شيء مره عجبني. طبعا ترى التكييف في كل الوحدات، والشيء الثاني فيه مكنسه رئيسيه. وش المكنسه الرئيسيه؟ خليني اوريكم اياها، تعال. المكنسه الرئيسيه هنا. طبعا شوفوا مستغلين كل مكان، في الدور هذا. هذه المكنسه الرئيسيه، تجي تشبك المكنسه فيها هنا، تشبكون المكنسة تكنسك البيت كامل. بلاي طويل بجيبها لكم الحين تشوفون. ولا فيها ذاك الصوت الازعاج اللي يخليك ما تسمع شيء. وهذه ميزتها، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله اسطورها. ميزتها في كل مكان. في البيت تبغى تنظف اي مكان تقدر تنظف. هذه واحدة من المميزات اللي انا شفتها. شيء ثاني ترى سمارت هوم، خلونا نطلع الحين لغرفة النوم الأرضية. أول شيء دورة مياه، خلونا نبدأ دورة مياه. شوف طبعا حجمها متوسط، زين، ممتاز، قروهي. كثير ناس بيسألون عن موضوع المواد. طبعا هذه مكان الخادمة، معها دورة مياه. في هنا برضو على طول هنا، تعال، فهذا غرفة الأطفال، هنا غرفة النوم. شايفين كيف؟ شوفوا كيف يعني، تخيلوا بس الإضاءة وهي داخلة الصباح من هنا. شيء يفتح النفس، شيء يفتح النفس. هذه دورة مياه، شايفين؟ طبعا وسيعة نفس الشيء، ما هي ضيقة دورة مياه. طبعا أنا ترى كبير شوي بس يلا. شايفين؟ الحين بوريكم الدور الثاني، تعال. شوفوا كيف الدرج، شيء مرتب، إضاءات، شغل مرتب، نبقى فوق. طبعا الدور هذا اللي تحت اللي انتم شفتوه 166 متر. الحين نطلع الدور الفوق، الدور الثاني كم متر تقريبا؟ 52. 52 متر الدور الثاني. تعال هنا، تعال، هذا نواف، تعال، هذا الدور الثاني، زين؟ أول ما تدخل طبعا كله خاص لك. هذا الدور خاص لك أنت بس، ما في أطفال ولا في أحد، أنت بس لحالك، أنت وأنت والمدام. هذا اللي هي غرفة الملابس كلها كاملة، شايفين؟ غرفة الملابس كلها كاملة هنا. هنا دورة مياه، شوف هنا دورة مياه، شايفين؟ بعدها على طول تعال نشوف غرفة النوم، تعال. هنا غرفة النوم طبعا مريحة بشكل مو طبيعي. ليه؟ لأن
حاطين السجاد صراحة مريح مريحة جدا. هذه غرفة النوم طبعا في شباك كبير كذا يطل على بيتك نفسه. ما شاء الله تبارك الله صراحة تفاصيل خرافية. مكان يفتح النفس. دور ونص صراحة ما توقعتها كذا. يوم قالوا لي دور ونص متوقع اني بدخل مكان بيصير غمتة بيصير مكان بقول يا اخي وشون صاحبي يا اخي يتكلم عنه. لا طالع بيت 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 كامل مو بدور ونص، لا طالع بيت كامل ما شاء الله تبارك الله. طبعا جدا بسيطة انك تجي تزور المكان وفاتحينه للزيارة متى ما حبيت وحسيت ان عندك وقت فاضي الله يحييك وتزور المكان وتشوفه بنفسك مأثث كامل. وطبعا عندهم وحدات ما هي مأثثة على حسب. هذا المكان ما شاء الله تبارك الله هذه الفيلا ما شاء الله فل 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 فيها ناس قاعدين يشوفونها يعني ما شاء الله تبارك الله صراحة لأنها مكان صراحة جميل ومرتب مثل ما قلت لكم الألوان مو مزعجة أنا بعجبني المكان بهذا الشيء صراحة والتفاصيل مرة جميلة. الحين بأخذكم فيديوهات نتكلم لأن المكان حرام إني أتكلم وأخذ المكان بصوتي صراحة أبيكم تشوفونه مرة جميل خاصة الفيلا هذه. طبعا هذا المكان اللي هي صالة الطعام لحالها مفصولة عن الصالة نفسها فجميل صراحة. فباخذكم فيديو بسيط جميل يوضح لكم الفيلا كاملة. هذا اللي هو الكيتشن اللي قلت لكم شايفين شوفوا التفاصيل شايفين التفاصيل ما شاء الله تبارك الله صراحة المكان جميل جدا. طبعا هذا دورة مياه بالمصنع يعجبني المكان قاعد انا اصور الناس صراحه ما ودي اصور لاني ما يعني في ناس كثير ما يبغوا يطلعون. شوفوا كيف كذا انت قاعد في طاولة الطعام هذه اضاءه من هنا اضاءه من هنا اضاءه من فوق اضاءه من فوق صراحه دخول الاضاءه في طاوله الطعام هو يعتبر بالنسبه لي انا من اهم الاشياء ما شاء الله تبارك الله صراحه شيء مرتب شيء جميل. طبعا هنا على طول اللي هو الدور الثاني